فوق هذا النهار شوف جبال عامره ديال الثلوجات ما وقفش اللي كله هو كاين الله العظيم شوف الشمس ما خارجاش شعلة منظر فهمت شوف الارض شوف سبحان الله العظيم ها يعني هذا هانتم خليكم مع هاد المناظر الزوينه شوفوا الطريق ما بقاش باين يعني حتى الطوموبيله صعيبه شوف شو المحلات فين دابا كلشي شاد يعني ولو كي نقيو الطريق هانت يعني دغيا كازمع تبارك الله هانت باقي كيطيح شوف راه ما وقفش دابا الحجر الناس كلشي جالسه في دارها فهمتيني انا جيتي على رجلي خليت الطوموبيله عامره بالثلوجات خاصني ليها واحد ساعتين د الماكله هنا بالبالا باش عادي يمكن لي نخرجها من الثلج ها انتما شوف فين عامر شو هذا راه يعني شارع ديال سيارات شوالا منظر الله العظيم الشمس ما فزت بابا ما خارجاش كان منظر رائع بصح نخرج نطلق رجليا ومشيت مشيت للبوسطه تاع البوسطه تاع هي سادة تا هما عندهم الحجر سيدي شوالا منظر شوف روعة هانتوما شو الشمس شوف ان شاء الله شوف الجردة ديالهم كيرجع الدايرة الله العظيم يعني خصو نهار شوفوا جيت تخواش الجردة ما بقى لها ربيع باين الاول كلشي غير على رجليه ان باش تحرك بالطوموبيله زعما غير اللي هي حاجه ضروريه اما الواحد الى انتما شوف فين وصل الدخله ديال الباب يعني جبل الجردة كي داير فوزت شانطي يعني بقوت اللي تقهرو بسميتو بالتحية ديال الثلج شوف ابروبو هذا الباساج ديال بيتون اللي هو خاوي هذا راه مفروض على مالين هاد الدار هادي اللي قدامهم مفروض عليهم ان يطويوه لان الا مشى تزهق شي واحد ولا طاح هما المسؤولين هادشي ديال الطبيعه كيقول لك قدام بابك قدام دارك دائما يكون نقي ما يكون لا ثلج ولا لا كلاص ولا حتى شي حاجه ودير سميتو ودير الملحه داك الملحة كتحاول فهمتيني باش ما تزهقش فهمتيني الواحد اللي لابس صباط عادي باش ما يزهقش هانتوما كتشوفوا راه ما نطويوه وعاوتاني سميتو
وعمر لينا التلج انت ما كتشوفو كيتساقط باقي ما تحيدش باقي ما وقفش انت ما شوف يعني الخير دمولي انا كل هدا هدا في الشارع ديالي اللي انا قريب له ساكن يعني كنمشي ابي يعني هذا رئيسي انتم كتشوفوا لو بوس ها هو جاي لكن يعني ديبلاسمون صعيب معاه كيضيقوا الشوارع فهمتيني بالثلوجات الله العظيم شوف مع كاين البرد كيبقى الثلج على الخصومة ديال الشجر لا حنا مبردين متلجين بصح تكون نتوما الشمس هذا العام جا مجهد مستمر ماشي بحال اللي كان كيجي ويوقف ولا هانتوما لو بوس باش كتشوفوا واخا الثلج واخا اللي بغى يوقع انت كي يدي الناس فوالا اللي ما كيبغيش يتحرك بطوموبيلو ياخذ البوس ها هو البارح كان الكاو كان كلشي مسدود الشوارع والطرقان كلشي لان عياو نقية ديال الطريق لان ما وقفش داكشي اش كيصعب الامور هذا هو الحي ديالي انا كله غير دي فيلا اللي هما يعني ما كاين لا عمارات لا والو والحمد لله يعني تا تتبتعوا المناظر الخلابة محلى إفران ومحلى جماله هذا ماشي إفران هذا راه فيلاخ محلى فيلاخ ومحلى جماله الله العظيم الشمس عندنا في النافض الضبابة ما قداش خرج انتما ديجا راهم هادو من يطوين الناس اللي ساكنين في هاد الفيلا هادو انتما كتشوف عندنا مفروض عليهم هو القانون لان هذا الشارع العام نصك
Thank you.